تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة شرم الشيخ، واستهل رئيس الوزراء جولته التفقدية بزيارة لمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد والذي بدأ تشغيله تجريبيا، مشيرا إلى أنه يحرص من خلال الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات على التعرف على أرض الواقع على معدلات تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات، سعيا لسرعة دخولها للخدمة بما يسهم في رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة التي تقدم للمواطنين من خلال هذه المشروعات التنموية والخدمية. عقب ذلك تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه وحدة الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، كما تفقد المركز التكنولوجي بالمحافظة ومركز خدمات مصر ثم الحديقة المركزية.